كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تمكنت من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بنجاح. وقال الرئيس السيسي أنه عندما تولى المسؤولية كان الهدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء مع تحقيق التنمية، مضيفا أنه كانت هناك مساع لتخريب تواجد الدولة في شمال سيناء في العام 2011. خلال الثمان تسع سنين دول من 2011 لغاية النهاردة، زادت القوات كل مرة عشان نتعامل مع التحديات اللي موجودة هناك. أنا بحكي الحكاية ديت ليه؟ عشان أنا في لقاء سابق قلت خلي بالكم، اوعى عينيكوا اوعى عينيكوا تغفل أو تنام على حاجة في جوه مصر. وكمان مش بس كده، كمان ننتبه على أي حاجة ممكن تمسنا بره مصر. أنا عايز أقول للشعب المصري كله، كان عندي خيارين لما توليت المسؤولية. خيار إن أنا أشيلكم الهم وأخلي الموضوع معاكم، وزي ما قلت مرة قبل كده أو مرات يمكن، وإن احنا نوقف كل الأعمال ونعمل حشد إعلامي ضخم على الحرب اللي بتتم هناك. الحرب اللي هناك حرب ما كانتش بسيطة يعني، وإحنا لو جبنا لكم الأفلام مش بتاعتنا إحنا، عشان ما تقولوش إن احنا اللي يعني تصويرنا، لا لا لا، موجود على النت.